السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نكمل مضخات الطين mud pumps. اليوم عندنا تقريبا الموضوع هو mud pump components، يعني مكونات من مضخة الطين. اكو اجزاء احنا شرحناها، واكو اجزاء اليوم راح نتعرض لها، واكو اجزاء يعني شرحنا عنها بس اكو شغلات ما شرحناها، فراح تقريبا يلمها هذا الموضوع اليوم ان شاء الله. فعندنا يعني خلينا نقول مثل ما تشوفون بالصورة، أغلب هذه يعني المواد أو المعدات راح نتعرض لها إن شاء الله. ف خلينا نتحول للصورة اللي بعدها. هذه عندي مثلا البيستن رود، إحنا ما شرحنا عنه أي شيء، والبوني رود، وعندنا الكلام والبستن. بستن رود اللي هو هذا البستن رود، هذا شوفه، هذا بستن رود. بستن رود تميزه من خلال هذا النت اللي خلينا نقول عليه من يقعد هنا البستن، من بعد ما هو هيك يعني بدون نت، ويتيت النت لوك نت يسمونه، هذا يتيت. طبعا اكو بالبستن اكو شنو عندنا اذا تتذكرون احنا الدرس اللاينر اند بيستن، هسه اراويكم. هذا الرينج، شوف هذا الرينج، هذا الرينج هو يصير وين؟ يصير على البيستن، حتى شنو يصير احكام بشكل كامل. زين نرجع لدرسنا. فمن يقعد هنا طبعا شنو لازم اكو فط، يعني مو تجي وتشد البيستن هيك مباشره، لازم يزيت بماده اسمها ملتي بيربس، يعني فد مادة تحافظ عليها، من تحافظ عليه انه سوي سيلينج بينها وبين البستن رود. وهذا يتيت بسبانة عادية، باي بسبانة. زين يعني بضغط، خلينا نقول عليه ضغط شخص، يعني القوة مالته، بحيث الان يتيت بالكامل. هذا يسمونه بستن رود، وقلنا هذا عليه البستن، وهذا اللوك نت، هذا مثل ما تشوفونه اللوك نت. مزين حتى هاي شوي تكبر عندكم تشوفونها. زين البوني رود هو هذا، البوني رود راح يصير عندك ويا من يرتبط ويا شو اسمه، ويا الباور اند، هذا البوني رود. هذا مما يخص الكلام، هسه راح نروح له نشوفه الكلام. طبعا هذا اذا تشوفونه، هاي شوفوا شلون هنا أنا مرتبط البستن ويا البستن، البستن رود ويا البستن اللي داخل اللاينر. زين وعندك هذا الكلام، زين، وهذا البوني رود اللي مرتبط ويا من، ويا الباور اند. اذا تذكرون قلنا عليه الباور اند، هذا الحكينا قلنا هذا الباور اند، هذا شوفه، هذا كله الباور اند، وهذا الفلويد اند. انا اذكركم حتى شنو ما ننسى شيء. زين وعندنا هذه الهوز هو للتبريد، يعني يستخدم. زين شوف هنا الكلم، هذا البستن رود وهذا البوني رود. شوف هنا يجي يقعد البستن، وهنا الكلم حتى تربط من هو البوني رود. اوكي زين عندك هنا اكو شغلات احنا ما حكيناها. زين مثلا عندك هذا الجيج، وين راح نلقاه؟ الجيج، هذا الجيج شوفه، هذا الجيج يقيس لك ضغط المضخه مثل ما موضح هنا، مد بريشر جيج. زين سي 1 اللي هو الجيت فالف 4 انش، هذا هنا القطر مالتي 4 كلوز ديليفري لاين، ديليفري لاين يعني هنا من خلاله اذا عندك خلل بالمضخه ما تريد الطين يوصل لك لهنا، راح شو تسوي؟ عندك هذا الصمام تسده ينتهي الموضوع. وين هو هسه هنا؟ هذا، لا هذا اذا تشوفه، خليني اكبر لكم شويه، هذا هذا يسمونه ديليفري جيت فالف. زين
هذا delivery gate، هاي gate va close delivery line اللي هو gate valve على delivery line. gate valve ب 2 inch من هو هذا اللي وياه من مرتبط اثنينات نسويه ويا ال المانيوال ريسيت ريليف فالف، ونلقى هذا. هذا شوف هذا الخط، هذا الخط الثاني اللي بصف ال المانيوال ريسيت ريليف فالف اللي احنا دائما نسميه سيت فالف. هذا شوفه، هذا هنا هنا خط واحد زين، واحد هذا في حاله الضغط صار عندي صعد ازيد من اللازم راح يفتح، وعندي هذا اللي هو مرتبط بالخط الصاعد اللي انا خاف عندي مثلا شنو هسه هو يعني خلينا نقول ديسشارج لاين، اخاف يعني انا ابدا اصرف خط التصريف زين. السيفتي فالف اللي هو هذا، ها شوفه، وهو هنا راسم الكيا، وين راسم الكيا؟ هذا هنا احنا راسمي هنا هذا، وشرحنا عنه شرح كامل. اوكي زين، اشوف هنا شلون واضح. هذا مال من؟ هذا فالف اوف كولينج سيستم، هذا يعني الصمام هو مال خط شنو؟ خط التبريد. خط التبريد شنو؟ خط التبريد، خط التبريد المن للبستن. ليش؟ لان يعني رايح راجع يولد حراره، الحراره لازم لها تبريد، تبريدها بالماء راح يصير. هذه الشامبر، هاي الغرفه شوفها، الهدف من عندها شنو؟ تحويلك هاي المواد، وبنفس الوقت شنو؟ الماي راح يتداور عندك، يصير يعني سيركل، يعني دورة ماي تتداور من هاي الحجرة إلى الخزان. وهسه راح نجي ونتطرق لها. شلون يجي الماي؟ يجي الماي عن طريق هذا، هذا الصمام. أوكي؟ مرات أريد نبدل، أريد فد شيء عندنا، هذا الصمام نسده لأي غرض كان. عندك هنا أنا A3 power and oil temperature، هاي هنا المقياس لقياس درجة الحرارة. اوكي تقيس بيه درجة الحرارة. وعندك هنا A6 اللي هو الليفل مالت الزيت، هذا وين نحكي احنا؟ نحكي على اليمن على الباور اند، هذا المكان اللي عن طريقه احنا شنو نشغل المضخة زين. قلنا هذا اويل ليفل، وقلنا هذا المقياس مال درجه الحراره، وعندنا هذا الصمام اللي هو كلوز ذا سكشن لاين اوف ذا لوبريكيشن بامب. يعني شنو هذا؟ هذا مال خط السحب لمضخه شنو التزييت، هذا عن طريقه ينسد هنا. أنا عندك هذا، خاف عندك هنا فد بقايا فد سوائل تفتحها ينزل من عندها الاشياء ما مرغوب بيها، يعني الوساخه الفضلات هيك، يعني فدرين، يعني يسمونها درين، هيك درين شو نسميه احنا، يعني درين جيت هيك، يعني فد بوابه للتصريف هيك نعتبرها زين. نتحول الى سلايد ثاني. هاي شوف هنا أنا. هذا الخزان مساع اللي قلت لكم عليه، هذا منها شفته، هذا هذا الخط، هذا الخط عن طريقه شوف هنا، عن طريقه راح يصعد المن، يصعد لي الشامبر، يدب لي الماي، وين يعني يبرد لي البستن والمنظومه كلها اللي تتولد بها درجات الحراره العاليه بسبب الاحتكاك الفريكشن زين. اللي هنا هذا، هذا شنو هذا؟ هذا في حال انه انت تريد تنظف التانك، هذا تريد تنظفه، يعني لازم اكو فد درين هول، يعني فتحة للتصريف، هي هاي من خلال نفس الدرين مال الخزان مال الزيت. اوكي طبعا هذا هسه راح اقول لكم على شغله بي. شوف شوف هنا هذا موجوده هنا، هذه مضخة، هذه مضخة المن لتدوير السائل، تدوير السائل التبريد. Centrifugal pump deliver the coolant from the tank to the external circular rim. circular rim هسراويكم اياها، يعني
هاي لهنا شوفه سيركولار رين الحد هنا هذا يظل يبرد بيها زين. رم يعني شلون هنا حافه الحافه الدائريه زين. of the steep piston via the hoses from here the coolant runs down to the floor floor هنا يعني ارضيه الغرفه اللي محتويه البستن understand to the tank يعني المضخه راح تدور لك الماء تجيبها من الخزان وصعده وين صعده هذا مختصر مفيد تصعده بغرفه الشسمه البستن وراح عن طريقها ينزل خلينا نقول عليه شلون باي جرافيتي يرجع للخزان زين. check the coolant level in the tank frequently through the cover هنا شنو يقصد بيه يقصد بيه يقول لك انت هنا لازم تشيك بشكل يعني خلينا نقول عليه يعني خلينا نقول شلون frequently ترددي هو بس يعني بشكل يعني خلينا نقول يعني فترات متساوية هيك يعني أريد أوصل لك فكرة بفترات متساوية تشيك الخزان مال من مال الماي مال سائل التبريد شلون تفتح الكفر هذا الكفر هذا شوف الكفر ينفتح هذا هيك بس كليبسات هاي شوف الكليبسات هنا تفتحن وتشيك الماي أوكي زين the coolant tank must be emptied and cleaned frequently يعني دائما المفروض هو يكون الخزان to keep the coolant in acceptable condition يعني يكون خلينا نقول فارغ زين ونظيف على مود حتى يكون في وضعية مقبولة in case of piston malfunction change the coolant and clean the tank يقول لك اذا البستن صار بي خلل يعني دامج بهالحاله لازم انت شو تسوي لازم تنظف الخزان يعني تنظف الخزان وتبدل الماي مالته ليش لانه هذا الماي الموجود بي اكيد شنو تعرض الى يعني بقايا طين لانه انت البستن المفروض البستن شنو حاجز بينه وبين الطين لأن هو يسحب الطين ويرجعه إذا صار مال فانكشن يعني شنو يعني صار تآكل بجزء من عنده قبل ما التاتش اريا ويا اللاينر هنا ايش راح يصير عندك راح يدخل لك طين المن إلى الشامبر اللي ينزل من عنده ماي تبريد للخزان فلهذا أنت لازم تنظفه وبنفس الوقت تبدل الماء زين أشوف هنا هذا الشامبر شوف هنا أنا هذه المكان اللي يتبرد من عنده البستن اوكي يعني هذه هنا ما مشتغل هنا فلتر يونت هاي اكو قلت لكم اكو شغلات انا ما شارحها صراحه هذا الفلتر يونت وين موجود اسفل الدليفري بولزيشن دامبنر دائما نتعود على هاي الشغله طبعا هذا اذا تشوفونه هذا اسمه بي كويب هذا يختلف عن اللي هسه راويكم شغله هسه مو هاي عندنا البمب يختلف عن هاي الترتيب هذا الترتيب يختلف يعني مو كفر وفلنجه لا البيكويب يختلف فرق وان شاء الله هذا شوفوا نشرحه في درس يعني منفصل الفلتر شنو فايته الفلتر انه وإن كانت ضغوط عالية يلزم لك الأجسام الغير مرغوب بيها زين على مود حتى ما يعني يسبب لك مشاكل بالضغط وما يسبب لك مشكلة وين بالبوزيشن دامبنر زين لأنه هو البوزيشن دامبنر هو عبارة عن ربر وستابلايزر زين فأي جسم غير مرغوب به يعني يسبب لنا مشاكل فالفلتر راح يكون هنا هو المصفاة اللي تلزم لي اللي خلينا نقول عليه الأجسام الغريبة طبعا اكو شغلة عندنا هنا عندك اكو فلتر هذا وين بخط السحب
بس يعني اتمنى هنا شوف هذه هاي هنا هذا على هذا الخط، هذا خط السحب، هذا هنا المكان، هذا شوف هذا هنا اللي قاعد اشر لك عليه، هذا المكان هو ايضا بي فلتر يسمونه سترينر. زين السترينر حاله من حال السترينر الموجود عندك باسفل الديليفري بوزيشن دمبلر. زين هذا بما يخص درسنا لليوم، ان شاء الله راح يبقى عندنا على مضخات الطين نشرح عندنا ثلاث دروس راح يصير عندنا بعد يعني ان شاء الله متبقي اذا الله سهل علينا. عندنا البيكويب هذا درس بوحده زين، وعندنا الباور اند نشرحه، وعندنا الاوبريشن اند مينتنس مد بامب يعني نشرح كل ما يخص، والترابل شوتينج اعتقد هذه يعني نحاول نختصرها، فنحاول نقدر الامكان يبقى لنا من هذه الدروس من المد بامب هي ثلاث دروس ان شاء الله. تحياتي لكم، شكرا جزيلا، في امان الله.